السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنحل بقية الأسئلة بتاعت الامتحانات. عندنا مثلا مجموعة 9، في السؤال التاسع يعني وضح دور كل من هرمون الريلاكسين، نمرة 2 هرمون الالدوستيرون، الالدوستيرون باللام، الالدوستيرون. فلما نيجي نجاوب هنقول بالنسبة لهرمون الريلاكسين، يزداد إفرازه عند نهاية فترة الحمل ليعمل على ارتخاء الارتفاق العاني لتسهيل عملية الولادة. طيب بالنسبة لهرمون الالدوستيرون ده هنقول ايه، له دور هام في الحفاظ على توازن المعادن بالجسم، فمثلا يساعد على إعادة امتصاص الأملاح كالصوديوم والتخلص من البوتاسيوم الزائد عن طريق الكليتين. كم رحمة الله وبركاته. هنحل بقية الأسئلة بتاعت الامتحانات. عندنا مثلا مجموعة 9، في السؤال التاسع يعني وضح دور كل من هرمون الريلاكسين، نمرة 2 هرمون الالدوستيرون، الالدوستيرون باللام، الالدوستيرون. فلما نيجي نجاوب هنقول بالنسبة لهرمون الريلاكسين، يزداد إفرازه عند نهاية فترة الحمل ليعمل على ارتخاء الارتفاق العاني لتسهيل عملية الولادة. طيب بالنسبة لهرمون الالدوستيرون ده هنقول ايه، له دور هام في الحفاظ على توازن المعادن بالجسم، فمثلا يساعد على إعادة امتصاص الأملاح كالصوديوم والتخلص من البوتاسيوم الزائد عن طريق الكليتين.